انتظرنا الاحتفاء بعاشرة وهران الدولي للفيلم العربي بطريقة تحفظ ماء وجه الجزائر والسينما الجزائرية، لكن العاشرة بتوقيت وهران جاءت مخيبة لآمال الجميع. العاشرة اكتمال الضوء واستدارة قمر السينما. محافظة المهرجان دافعت عن الأسماء التي حضرت على هامشه. عندها فيلم اسمه قلبي على ولدي، هي ميونس، وهي ميونس من أصدقاء الجزائر، وهي ميونس تصريحاتها أيام المحنة في الجزائر كانت مشرفة لها ولنا. نفخر بسينما الشعر، الآن فيه شاعرية كبيرة في السينما. وهناك اتفاق على سوء التنظيم بالدورة العاشرة. بتمنى يكون أفضل، هناك ضغط بالتنظيم، هناك بعض الإشكاليات اللوجستية. صراحة كان بين، لأنه أنا كنت متمني يكون مهرجان أكثر من هذا. وحتى الاختتام لم يشذ عن القاعدة، وجوائز التراضي كانت في الموعد. يعني نصف من الأفلام نالت جوائز، يعني هذا يخلي ينحي شوية من قيمة الجائزة. ولعل سبب ذلك يرجعه البعض لي. ما أناش في التأسيس، في يمكن ثاني نشير الملاحظة، ليس نفس الفريق، هذا نفس الفريق ربما عنده 3 سنوات أو 2. والمحافظة لا زالت تسلم بضرورة الإيمان بالمهرجان. الآن أنا أؤمن بمهرجان وهران، لكن على كثيرين أن يؤمنوا به. السؤال الذي يبقى مطروحا، بماذا نؤمن؟ هل نؤمن بأن مهرجانا دوليا عربيا يصل دورته العاشرة وما زال يتخبط في مشاكل تنظيمية؟